السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من قناة عفيفة للتكييف. الحلقة هاي بدنا نحكي فيها عن أجهزة نزع الرطوبة الديهوميديفاير اللي بنستخدمهن في المسابح المغلقة. كنا في حلقة سابقة حكينا عن قدرات أنظمة التكييف أو معدات التكييف، أنه في قدرة محسوسة وقدرة كاملة، الطاقة الكاملة اللي هي المحسوسة عشان تتحكم في درجة الحرارة، والكامنة عشان نشيل الرطوبة. هلا ممكن شخص يجي يقول لي طيب أنا ممكن أحط على الثيرموستات في الجهاز التكييف اللي تبع المسبح، أنزل درجة حرارته أخليها 18 وهيك أنا بتخلص من الرطوبة، بعمل كوندنسيشن. طبعا الاعتقاد الخاطئ هذا غير صحيح لسبب بسيط جدا، إنه كل ما زاد الفرق بين درجة حرارة المي تبعت المسبح وبين درجة حرارة الجو المحيط في المسبح لغرفة المسبح، كل ما زاد الفرق بينهم كل ما زاد انتقال الحرارة من المي للجو هذا، وكل ما زادت نسبة الرطوبة اللي بتبخر من مسطح الماء تبع البركة. فالطريقة الصحيحة للتخلص من الرطوبة الزايدة في المسابح، أولا إني أتحكم درجة حرارة المسبح، السبيس تبع المسبح أخليه أعلى بدرجتين، هاي المثالي أعلى بدرجتين من حرارة الماء تبع المسبح، أو على الأقل يكون نفس درجة حرارة ماء المسبح. هاي الطريقة الصحيحة. طيب نشوف كيف أنا بتخلص من الرطوبة عن طريق الديهوميديفاير أو جهاز نزع الرطوبة. إحنا عندنا جهاز مشترين ولا نركبه في أحد المشاريع عندنا للمسبح للعميل، فبدنا نفتحه ونشوف كيف نتخلص من الرطوبة. تفضلوا معي. طبعا الجهاز الديهوميديفاير بيتركب على خط الهواء الراجع تبع نظام التكييف، الدكت اللي راجع من المسبح بيدخل على جهاز نزع الرطوبة أو الديهوميديفاير من الخلف، من هنا موجود في عندي فلتر وكل شيء، فالهواء الرطب اللي راجع من المسبح بيدخل في هاي المنطقة. بدنا نشوف ملف التبخير اللي عنده الطاقة العالية تبعته اللي هي الطاقة الكامنة عشان يعمل أكبر قدر من التكثيف. حنشوف الملف عندنا هنا الأسود، إذا بنشوفه هذا ملف التبخير الكوندنسينج، عفوا الإيفابوريتينج كويل اللي بنشوفه هنا، هذا مهمته إنه يكثف لي الرطوبة اللي في الهواء. بعد هيك الهواء بعد ما أكون شلت أكبر قدر من الرطوبة عليه، بمر عندي الهواء على الكوندنسينج كويل اللي إحنا شايفينه هنا، مواسير نحاسية عادية، هذا المرحلة الثانية، هذا اللي بيكون فيه الهواء السخن أو بيكون حار يعني، فهذا مهمته يحمص الهواء ينشفه، فبالتالي بيشلي ما تبقى من الرطوبة اللي موجودة في الهواء. طبعا هذا معناته أنه في عندي دائرة فريون، فعلا زي ما احنا شايفين هاي دائرة الفريون عندي، هذا الكمبريسور، بلف التمدد الإكسبانشن فالف، والريسيفر والأشياء، والمروحة البلور اللي هي الداخلية عندي هنا اللي بتسحب الهواء من خلال الكويلات وبتعطيني الهواء يروح على جهاز التكييف اللي بيكون الدك تبعه موصول من المخرج تبع الديهوميديفاير. فبالشكل هذا أنا بكون شلت كل الرطوبة الموجودة أو الزايدة اللي أنا ما بديش إياها، وحافظت على رطوبة المسبح عندي بنسبة 50%. طبعا مراوح الشفط، ليش بنحط مروحة الشفط في السويمينج بول سبيس؟ عشان اتخلص من رائحة الكلور. مروحة الشفط هيك انا مش بحاجة لمروحة كبيرة اللي اشيل الهواء الرطب، انا بس بشيل جزء من الهواء علشان اتخلص من رائحة الكلور، اجدد الهواء. نرجو انها تكون الحلقة عجبتكم واستفدنا من موضوع الديهوميديفاير وليش بلزمني ديهوميديفاير للاندور سويمينج بولز. ويعطيكم ألف عافية، تعملوا نرجوكم تعملوا لايك للحلقة وتعملوا لها شير مع كل من بهمكم أمره أو بهمه أمر المسابح الداخلية، وشكرا ونشوفكم في حلقة جديدة من عفيفة للتكييف. شكرا.